عطوه المزيان. نعرف كيف بدنا نشتغل يعني. إذا بدنا نستفيد بهيك جلسات وهيك اجتماع وهيك حوار، مو إنه نحن بنعمل كحفل 40 أو إلى آخر ما هنالك، بيجي كل واحد يجي بيلقي كلمته أو قصيدته، لا. نحن لازم نعمل مثل ما عملت هلا قبل الآن، مراقب تيجي المطران وقعدت. لا الوقت ضاجع، الوقت ضاجع ابني بحنين. لا 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 أنا بعتبره يا دكتور، وبارك الله فيك ووفقك الله إلى المزيد إن شاء الله مع العمر الطويل، بس أنا بعتبر إنه الأمور والحوار والكلمات متبادلة، هذا اللي وصلنا نتيجة. تمام. مو إنه والله مثلا واحد يلقي كلمة نحن نسمع لها خلص قعد، الثاني ألقى قصيدة خلص قعد، نضل ثلاث ساعات، لا. هلا هالساعة هي استفدنا منها أكثر من كل الزمن اللي راح. يا سلام. فهم مرة ثانية كل مرة لازم يكون لك. طيب. نبقى يعني في حوار. وكلام متبادل بينه. عظيم. عظيم. شكرا جزيلا. كان من أول قاعدة هنا كان هيك الأفضل. طيب هلا بلشنا نستفيد. قل له رئيس البلدية. بعدين أنا دائما. قل له رئيس البلدية لازم له كل يوم مؤتمر، مش يوم مش بالسنة مرة. بس رئيس البلدية بحمين ورئيس البلدية في قرية أخرى وفي ناحية أخرى، ورئيس مدينة والمحافظ في محافظة وقائد شرطة في مدينة أخرى إلى آخر ما هنالك، فأنا أحمل هذه المسؤولية ليس لرئيس المجلس البلدي ولا للمحافظ ولا لأمين الفرع، بل لرجال الدين. وأنا مع ما اتفقنا مع سيادة المطران باسيليوس، اتفقنا على أمر يجب أن في كل جمعة نجتمع في قرية ما مسيحية أو إسلامية، يرى هذا المسلم الشيخ مع الرجل الدين المسيحي مع المطران والمطران مع الشيخ، فهذا التبادل يؤدي بنا إلى أين؟ إلى شاطئ الأمان، ولا يمكن أن نقف في وجه عدونا إلا بهذا الموقف وبهذا العمل وبهذا المسلك، وهذا هو المسلك الصحيح وهذا الصراط المستقيم. والسلام عليكم. يعني أنا بس هيك كلمة بدي أخرج عن ترابيتي شوي. بحمين لما نحكيت مثل ما بيعلمنا المجذور السنجاري فهموا كلامي أن الروح يهب حيث يشاء، هي أخلاقية أهل حمين، بس بحنين ما شايفين الروح غير بحنين. لا 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 هبني على خلص انا دافعت عن بحنين انتهي. كلمة وحيدة نستقيم. عطوه يعني نستقيم. يا دكتور عيني انا اعترض. ليش؟ يا تحكوا على دير الزور. احسن انا بدي مشان دير الزور. ما بتي ابو غازي، يا تحكي على دير الزور وتبعتونا سيارة لوف يا ما ابو غازي رح اعطيك، بس بدي جاوبوا لابو غازي. ابو غازي سلام وبركة واحترام. هذا ابو غازي فيه بيقول لي يا خالي لانه خواله من مشايخ الصوفية. ماني سامع. ولذلك عم بيطلب لدير الزور. دير الزور اول واحد اعطيناه دكتوراه الابداع هو المرحوم الدكتور سعد صائب في دير الزور. يعني دير الزور عندنا من البدايات اول واحد اخذ عضوية الاتحاد العالمي للمؤلفين باللغة العربية هو سعد صائب من دير الزور. فاذا قبل ما تطالب له نحن بيعتين مولوف بيعتين لاف بيعتين لاف اللوف كلام طبي انا هاي قصدي بعرف سمموني بيت زمانه هون بهونيك ولا هون وين غانم عبد الكريم؟ يا اخي شو هيدا بيسمموه بالنبات وانت ابو النبات؟ انه ما عرف يستخدمه. غانم عبد الكريم كمان يستطيع ان يقول عن حمين وعن المجزون كلاما، كان عم بيحكي معي بالسيارة اليوم عم بيقول لي العجيب والغريب بالمجزون السنجاري
المناعة منيع تقرا له بيت شعر بتحس الدنيا محصنة الدنيا مبكلة لاحظ كيف لأنه يعني لو بده يحكي هلا بإمكانه يعملنا مؤتمر جديد حول طيب اعطوه المذياع يحكي دقيقة واحدة أنا اللي بدي بس كلمة خلص ساعطيك تحكي مثل ما بدك بس خليه يحكي لغاية لا ما بدنا نقضي لا خليه قضي شو ما تقضي هيدا هو ما سمعت خدنا فتوى من الشيخ سألنا جلسي يا سيدنا ايه بعدين لا اعطي دقيقة لا ايه شرب السلام عليكم ورحمة الله أنا طبيب ولست شاعر أنا طبيب في طب أولا طبيب بشري وثانيا في طب الإمام علي بن موسى الرضا هذا تخصصي وأنا على قدمية الدكتور أسعد علي وفي خدمة أقدام شيخنا وأستاذنا أحمد علي الحسن اللي كلفني الدكتور بخدمة أقدامه وكان لي شرف كبير أن كرمني بقصيدة مطلعها بيقول غانم الذوق مزاج لعيلة الدكتور أسعد بيقول شيخ أحمد علي الحسن شكرت لغانم كرما وفضلا فتى عبد الكريم وكان أهلا تعهدني معالجة ورعيا فجاء بما أتى كرما ونبلا ومن يتعهد المحتاج هذا أحق بكل تقدير وأولى شكرا كثير لكم جميعا شكرا للأستاذ السلام عليكم أعطوه لحنين أعطوه المزيع لبحنين هلا يلا شرف روح أعطيه المزيع يلا خذ المزيع كيف تفضل يا سيدي اولا اللي مزارعه على راسي وعيني وانا زايره وبعتقد ملتقي عنده عند ابو عبده بعدين نحكي فيها هذا شو بدنا منها ايه ثانيا بالنسبه لدير الزور يكفي انه طلع من دير الزور كتاب هيك متواضع عظيم اسمه سر وهن الامه العربيه للشر وهن الامه العربيه للشيخ قاضي العظيم محمد سعيد العرفي نعم يا سيدي ايه؟ نحن مع دير الزور ونحن مع حنين ومع حمين ونحن مع كل انسان ولد على هذا الارض نحن في راينا او في فهمنا للمخزون السنجاري ان الانسان هو الاصل وجميع الاديان هي اضافات ان الانسان هو الاصل وجميع المعارف هي اضافات ان الانسان هو اصل والعداوات هي جميعا الشرور والمحبه هي الخير وهو الخير كله من الله والشر من انفسنا ونحن ما رح نحكي اكثر من هيك وبالاذن من سيدنا وشيخنا ومعلش بدنا نعمله شيخ بدل ما نعمله كوري الشيخ يعني نحن الرئيس على راسي وعيني سلم ونحن مع الجميع الاديان اضافات والانسان هو الهدف وهو الغايه وهو الاصل والاديان جاءت بالاخلاق ولم تأتي بالشقاق والنفاق والسلام عليكم وشكرا لكم عليك السلام انت لخصت ديانة المسيح كلها بهذا الكلام الانسان هو الاصل يعني السبت لخدمة الانسان وليس الانسان لخدمة السبت صحيح شكرا